السلام عليكم، معكم معاك زكريا، 17 سنة، مقيم بمدينة تطوان، حصل على المعدل الأول جهة طنجة تطوان الحسيمة، علوم فيزيائية خيار فرنسية، واللي هو معدل 19.14. المشكل اللي حصلت لك قلتي هضرت به، كنت متوقع أنك تقرا؟ يعني صراحة من خلال العمل ديالي على طيلة السنة كنت متوقع أنني نجيب واحد النتيجة اللي مشرفة ومفرحة، ولكن الرتبة الأولى صراحة فاجأتني بزاف. صراحة ملي تلقيت الخبر في الصباح الباكر، نقدر نقول لك مع السادسة والربع، يعني نشرت الخبر مع والدي أولا ثم مع الأخوات ديالي، وصراحة شاركوني الفرحة وتا هما كانت صدمة صراحة والحمد لله. بالنسبة يعني مور البرشلونة والفريق؟ يعني صراحة حاليا كنحاول أنني نوجد مباريات كاملين، عموما كنحاول نوجد يعني جميع المدارس، كلية الطب، كلية الهندسة، كلية الصحافة كاملين، وإن شاء الله في الآخر يبقى لي الاختيار ونقدر نتخذ قرار رسمي. ما عندك شي الناس اللي ما جابوش الباك؟ كنطلب من هاد الناس اللي ما جابوش الباك ديالهم أنهم يعاودوا يحاولوا العام الجاي، لأن الفرصة كتبقى متاحة، عندك بزاف ديال الفرص، وإن شاء الله غتكون العام الجاي يستطيعوا يحصلوا على النتيجة المبتغاة. صافي.